الآن في انتظار عودة الاتحاد المغاربي إلى الحياة، هل سنبقى ونحن في هذه الحالة؟ اقترح الرئيس صيغة، وأنا لما ذهبت كمبعوث خاص للرئيس للدول المغاربية كانت مهمتي شرح هذا الملف لهم، وذهبت لموريتانيا وذهبت لليبيا ولتونس. كان هناك لقاء على هامش مؤتمر الغاز في الجزائر، وفي المستقبل قريب، أستطيع أن أقول القريب، سيكون اجتماع آخر مبرمج وقد برمج، وسيكون هذا الاجتماع في أجل جد قريب. نعم.